في رولا المؤشر التاسي الآن متذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، وإن كان بنسبة طفيفة ما زال يحاول مستوى 9060 نقطة حتى الآن. دار الأركان في صدارة النشاط بمليونين و424، والسهم على ارتفاع ب 18 النقطة المئوية، كيان عليها نوع من الاستقرار، والنشاط بمليون و400. اسمنت الجوف أيضا تنشط اليوم بمليون و453، وعليه السهم ارتفاعات ب 1.17 النقطة المئوية. اليوم الشركة ذكرت بأنه وقع اتفاقية لبيع الإسمنت مع المهيلب القابضة بأكثر من 50 مليون ريال ولمدة 3 سنوات. زين السعودية نوع من الاستقرار ونشاط بمليون ومئة، والإنماء على استقرار ب 462 نشاط تقريبا. الخليج للتدريب تعود في جلسة اليوم للارتفاعات بعد عمليات جني الأرباح التي نالت من السهم بالأمس، يرتفع ب 2.14 النقطة المئوية عن مستويات 64 ريال. مبرد أيضا ترتفع ب 2% العالمية. إسمنت الجوف كما ذكرنا بعد توقيع هذه الاتفاقية عليها ارتفاعات ب 1.4 النقطة المئوية، وفى للتأمين بحدود 1.3 النقطة أو 14 النقطة المئوية. الخاسرون تتصدرها سلامة بأكثر من 1%، صافولا تكافل الراجحي وأسيج وشاكر عليها تراجعات ب 16 النقطة المئوية. ماذا عن القياديات؟ اليوم سابق على تراجعات ب 25 هللة عن مستويات 113 ريال و75. استقرار من نصيب الراجحي وسامبا. واتصالات اتحاد الاتصالات عليه تراجعات ب 13 النقطة المئوية، نتحدث عن مستويات 91 ريال و50 هللة. أما في القطاع المصرفي السعودي الفرنسي على تراجع ب 13 واستقرار للرياض. التصنيع الوطنية ما زالت تستمر بهذه الارتفاعات ب 19 النقطة المئوية 32 ريال و40. وسافكو أيضا عليها اليوم تراجعات ب 20 النقطة المئوية. ما زالت السوق طبعا تترقب العديد من التوزيعات بالنسبة للشركات. نتحدث عن جرير التي في قطاع التجزئة اليوم توزيع أرباح بواقع 1.4 ريال بنسبة 14% من القيمة الإسمية، وأيضا أكسترا اليوم توزع ريال و75 ريال للسهم. هذا بالنسبة لافتتاحية السوق السعودي. أعود إلى هاني نصر وضيفي محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية لتحليل هذه الجلسة. شكرا لك ميساء. إذن عودة للأستاذ محمد العمران ضيفي من الرياض. أبدأ أستاذ محمد بما اختتمت به الزميلة ميساء عن توزيعات الأرباح، كيف ترى توزيعات الأرباح لبعض الشركات الخليجية؟ اليوم عندنا توزيع أرباح جرير بواقع ريال و14 أو تقريبا 40 هللة للسهم. كيف ترى توزيعات هذه الأرباح وتأثيراتها اللاحقة على اتجاهات الأسهم؟ طبعا بالتاكيد احنا في فتره يعني فتره استحقاقات لتوزيعات نقديه وتوزيعات اسهم منحه، بسبب طبعا ان معظم الشركات الان تطلب انعقاد جمعيات عموميه، ومثل هذه الفتره عاده تكون فتره لالتقاط التوزيعات النقديه وايضا التقاط الاسهم المنحه. بالتاكيد انها فتره شراء وليست بيع بشكل او باخر. إذا نظرنا إلى نسبة التوزيعات النقدية بالإجمال بالنسبة للسوق نجدها يعني عند مستويات أكثر من جيدة. احنا اليوم نتكلم بحدود 5% تقريبا نسبة التوزيعات النقدية إلى الأسعار السوقية، وهذا يعني معدل أكثر من رائع. الإيجابي في الموضوع أن معظم الشركات في السوق السعودي إما حافظت على مستويات توزيعاتها السابقة يعني مع السنوات السابقة، أو حتى حققت بعض الزيادات الطفيفة، لكن بشكل عام الرتم التوزيعات النقدية ما زال تصاعدي بشكل مضطرد، وهذا إيجابي جدا. المهم في مثل هذه الحالة أن نسبة التوزيعات النقدية دائما تفوق تكلفة الفرصة البديلة، مثل أسعار الفوائد على الودائع أو على المرابحات الإسلامية، لأن ما زال الفرق شاسع جدا، وهذا طبعا يعطي أفضلية دائما للأسهم. وهنا تأتي أهمية أن لما تكون أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر في الوقت اللي يكون العائد على الأسهم بالنسبة للأسعار السوقية عند مستويات مرتفعة جدا، هذا دائما وابدا يعطي دافع لصالح الأسهم على حساب تكلفة الفرصة البديلة. أستاذ محمد، نتحدث اليوم عن سابك التي بدأت ببناء مشروعين للصلب بمليارين 4 مليارات دولار. اليوم كيف ترى تأثير هذه المشاريع التي تدخلها سابك بعام 2014؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك في دعم واضح لقيمة السهم في السوق؟
صحيح، يعني مثل ما تفضلتي كثير من المشاريع تعلن عنها يعني سابك بصفة خاصة ولا تعلن عنها بشكل رسمي، لأن سابك شركة ضخمة جدا. مهما أعلنت عن مشاريع يعني إذا نظرنا إلى المعايير الإفصاح المطبقة في السوق هي لا تنطبق عليها أنها تلزمها أنها تعلنها على موقع تداول. مثل هذا المشروع بالتأكيد أنه يدعم نشاط سابك، لكن وأهميته لأنه مبلغ كبير، لكن إذا نظرنا إلى أن حجم الأصول أساساً اللي سابك تستثمرها فوق 200 مليار ريال، هذا يعطي يعني إشارة إلى أن مهما كانت حجم المبالغ الضخمة في هذه المشاريع الجديدة تظل نسبتها قليلة جداً، لا تمثل إلا يمكن 1 أو 2% فقط من إجمالي الأصول، وبالتالي حسب المعايير الإفصاح اللي موجودة في تداول هي يجب تلتزم الشركات بالإفصاح عندما يكون الإفصاح لا تأثير جوهري يزيد عن 10% من نسبة الأصول. بشكل عام يعني ما في شك أن سابك لديها خطط كبيرة في الحقيقة توسع، عندها تقريبا 7 أو 8 مشاريع شغال عليها الآن خلال هذا العام أنها تتوسع فيها، من ضمنها طبعا مشروعها في الحديد والصلب، وأيضا عندها في الأسمدة، عندها في المشاريع البتروكيماوية، عندها في توسيعات الطاقات الإنتاجية، عندها العديد من المبادرات اللي تحاول أنها تتوسع، وهذا طبعا يعني طبيعي جدا في شركات عملاقة. لهذا السبب لا نجد إعلان، وأيضا في نفس الوقت لا نجد تأثير، لأن مهما كانت حجم المبالغ ضخمة جدا في مثل هذه المشاريع لما نشوف تأثيرها إلى نسبة الأصول محدود، يعني نجد أن أيضا تأثر السهم يكون محدود. هذا بالنسبة لسابك من الأسهم القيادية. أيضا لاحظنا هذا الأسبوع يعني قطاع التطوير العقاري كان إلى حد ما النجم في صحيح. في الارتفاعات، ما صحيح. التوقعات في الفترة المقبلة على الأقل الأسبوع القادم، هل سوف يستمر بهذا الأداء؟ والله يعني سؤال مهم، لكن احنا بصراحة يعني كمتابعين للسوق يعني استغربنا الارتفاعات في القطاع العقاري تحديدا، يعني كنا متوقعين الارتفاعات في المصارف، في الاتصالات، في البتروكيماويات، لكن القطاع العقاري يعني أساسا عليه ضغوط نفسية كثيرة يعني طول الفترة الماضية، وتحركاته في الفترة الأخيرة يعني كانت غير متوقعة إطلاقا، يعني لعدة اعتبارات، بسبب أهمها طبعا أن سياسة الإسكان أساسا تستهدف انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها، وبالتالي انعكاس هذا الارتفاع على شكل ارتفاع في أسعار الأسهم بشكل عام. يعني أعتقد أنها كانت مفاجأة، قد تكون صحيح. منطقية نوعا ما بالنسبة لجبل عمر، لكن بالنسبة لدار الأركان أعتقد أنها فيه مبالغة نسبية. هذه وجهة نظر شخصية. نعم، السيد محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية ضيفنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك.